مع بدء الموسم الدراسي مننشغل كأمهات بالشنطة، بالكتب، باللباس الخاص، ومننسى أحياناً كيف لازم نتعاون مع المدرسة لتأمين سلامة أطفالنا انطلاقاً من الباص وصولاً إلى المقعد الدراسي. فلنتابع هذا التقرير. المنطق بيقول إني لما أحب أعرف الطفل يعمل إيه وما يعملش إيه أكلمه هو. جينا النهاردة المدرسة علشان نكلم أطفالنا وجها لوجه، نقول لهم الإرشادات الصحية السليمة اللي ممكن يمشوا عليها ويستفيدوا بيها بحيث يحافظوا على صحتهم طول اليوم الدراسي. النهاردة بقى أنا جاي عشان أتكلم معاكم على شوية حاجات قد كده ولكن هتفيدنا كتير. لازم الفطار بتاعنا يكون يحتوي على لبن، بيض، جبنة، ده حاجة أساسية في الفطار. شنطة المدرسة مش لازم نحط كل حاجة كل يوم في نفس الشنطة، ناخد الحاجات بتاعة اليوم بس علشان ظهرنا ما يوجعناش واحنا رايحين المدرسة. دايما يكون معانا أدواتنا الشخصية، معانا صابونة أو معانا وايبس في الشنطة بتاعتنا، معانا فرشة السنان بتاعتنا. بعد الأكل لازم نتعود نغسل سنان كل واحد فينا مع الإزازة بتاعته اللي فيها المية أو الزمزمية. لازم أستخدم كل واحد فينا حاجاته الشخصية. احنا دخلنا الكلاس لقينا حد من زمايلنا عنده برد او احنا شخصيا عندنا برد، لازم يكون دايما معانا الكليكس بتاعتنا علشان ما نعديش زمايلنا، ودايما نحافظ على النظافه الشخصيه بتاعتنا. واحنا عندنا حصه رياضه المفروض يكون لها لبس خاص، وبعد ما بخلص بغيره والبس اللبس بتاع المدرسه. حاجه كمان بنحب نعملها اثناء تواجدنا في المدرسه ايه هي؟ ان انا ما اقعدش موطي كتير، احب دايما ظهر ستريت. شفتوا زمايلكم قاعدين مفرودين، ده بيقلل وجع الظهر. بس المدرسة مش فصل بس، في مكان تاني مهم جدا هنعمل حاجات ان شاء الله واحنا في البريك. اول حاجة بعد ما بنخلص الحصة وخرجنا البريك بنغسل ايدينا كويس جدا، لان احنا في التوقيت ده ممكن نخرج ناكل، صح؟ طيب الحاجة التانية اللي قلناها، لو لعبنا كتير وجسمنا عرق ما ينفعش نقلع الجاكيت مرة واحدة، اوكي؟ بعد ما بنلعب المفروض بنعمل ايه تاني؟ بنغسل ايدينا تاني. احنا دلوقتي هعرفكم ازاي تغسلوا ايديكم صح، اوكي؟ طيب مبدئيا بشغل المية، مش المية على ايديا كده، وبعدين اخد الصابونة بتاعتي، كل واحد فينا بيكون معاه الصابونة بتاعته، اوكي؟ المفروض غسيل الايدين بتاعنا ما يقلش عن من دقيقتين لثلاثة، ساعات ممكن يبقى خمسة لو انا كنت بلعب في حاجة او ماسكة حاجة. بغسل بطن ايديا ببطن ايديا التانية كده، وبعدين ظهر ايديا ببطن الايد كده، اوكي؟ بين صوابعي لازم اغسله، الصباع ده لازم اغسله كويس، وابدا انزل مية عليها. هل انا لازم انزل مية كده ولا انزلها كده؟ الصح طبعا ان انا انزلها كده. ليه؟ عشان لو في حاجة تبدا تنزل عند المفصل بتاع الراس كده. اتفقنا؟ خلاص قفلت الحنفيه، طبعا معايا الكليكس بتاعي وببدا اكشف. يلا وروني. ودكتور محمد سعيد طبيب امراض الاطفال وحديثي الولاده والمبتسرين بضيافتنا، او لازم اقول لك الاستاذ او المدرس من بعد التقرير. مساء الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك بضيافتنا بألف خير. كمان بدنا نرحب بعمر وليد، مساء الخير عمر. عمر عمره 10 سنين وإلاف وليد 11 سنه. مساء الخير، عاملين ايه؟ كله تمام؟ مش حنذاكر النهارده، خلص انتوا اجازه، ما هيك دكتور؟ اجازه النهارده. دكتور هذا موضوع كثير مهم بالفعل، هن تفاصيل صغيره بس بيعملوا حياه مثل ما بيقولوا، حياه سليمه وفيها كثير من النظافه والانتباه لحتى نامن على سلامه اولادنا. رح ننتقل نحن بمراحل مختلفه من خروج الولد من منزل الى الباص. شو السلامه اللي لازم تكون متوفره؟ قديش ضروري يكون قاعد بمكان مظبوط ما في ازدحام بالباص؟ وقديش مهم كمان يكون في مسؤوله عن التلاميذ داخل الباص؟ طيب نتكلم ونقول ان المسؤوليه مشتركه بين كل الاطراف، ابتداء من البيت للمشرفه بتاعه الباص لحد المدرس لحد ما البيبي بيرجع تاني. اليوم الدراسي هنرجع شويه بالذاكره، بيبتدي من اول الفصل الدراسي، وطبعا هنقول ايه الانستراكشنز او ايه التعليمات اللي المفروض تتم من اول الفصل الدراسي. قبل بدايه الدراسه المفروض الاهل بياخدوا الاطفال
فحص شامل عند طبيب اطفال للتاكد من سلامه القلب، سلامه الصدر والرئتين، ما فيش اي امراض معديه لا قدر الله. بعد كده بنتاكد النقطه الثانيه من موضوع التطعيمات، هل الطفل في سن يتوجب عليه اخذ التطعيمات، واذا كان خدها ده بيبقى شيء جيد. لو حضرتك تفتكر اتكلمنا برضه عن تطعيمات الانفلونزا في بدايه الحلقه السابقه، نقول بقى ان اليوم الدراسي نفسه بيبدا من قبلها بيوم. ماشي، اليوم الدراسي بيبدا بنوم مبكر للطفل، لان طبعا كلنا عارفين ان الدراسه في اليوم الدراسي بيبدا بدري. فالطفل لو مش نايم كويس بيبقى استيعابه قليل والتحصيل بتاعه قليل. نام بدري وبدا يصحى الصبح، نتكلم بقى عن اليوم من اول ما نصحى بنعمل ايه. طبعا النظافه الشخصيه من اول لا انت بلشت لي بغير موضوع، انا كان سؤالي محدد بس مش الحل، نحن عم نعطي تعليمات عامه لانه كل هدول التفاصيل بدي ارجع لهم بسياق الحلقه. حضرتك عايزه تعرفي ايه المفروض؟ انا كنت بدي اعرف اللي من بيخرج الولد، اللي بيظهر الولد من البيت لحتى يطلع بالباص، تمام، كيف نحن كنا عم نقول مسؤوليه مشتركه ما بين الاهل وما بين المدرسه، هون بدنا نحكي ما بين الشوفير وما بين المشرف داخل الباص، تمام. كيف فينا نأمن على سلامة الولد، نحن ولدنا اللي طالع بقلب الباص قاعد بمكان مظبوط، محطوط حزام الأمان، ما في كتير زحمة، والمشرفة مظبوط عم تتأكد من سلامة الولاد، تمام. هنقول برضو الطفل خرج من البيت، مبدئيا الشنطة بتاعته دي قبل ما يطلع الباص، الشنطة بتاعته ديت المشكلة اللي كل الناس بتقع فيها. المفروض الكلام التقارير الصحية قالت ان الشنطه بتاعه الطفل لا تتجاوز من 10 15% من وزن الطفل. نسبه 61% تقريبا من الاطفال بياخدوا شنطه زايده عن وزنهم. مشاكلها ايه؟ مشكله كتير جدا وبتسبب تشوهات بعد كده ممكن تسيب اثر في مرحله البلوغ، بتسيب اثر اللي هو تقوس في العمود الفقري، بتسيب الام في الظهر، الام في الفقرات العنقيه. مش كتير فينا بيستوعب القصه ديت. الاطفال كلها بتكسل تعمل الجدول، فبتحط كل الكتب بتاعه اليوم او الاسبوع كله في نفس الشنطه وكل يوم بس خبرك وقت بيكونوا مجبرون اخاك لبطل بهذا الموضوع، يعني بيكونوا مجبورين لانه بيكون المدرسه فرض عليهم قوانين كل هالكتب تكون موجوده داخل الشنطه. عشان كده حضرتك قلنا ان هي المسؤوليه مشتركه. لازم يكون في تنسيق جيد من اداره المدرسه، او الجدول بتاعهم يكون متناسق حتى صحيا للطفل، ما يبقاش اليوم كله. طب خليني نشوف مع عمر، فرجينا شنطتك عمر، فرجينا. ثقيله؟ ما بتقدرش تحملها، خلينا نشوف. اعطيني شوي. لا مش مقبول، ايه ده؟ عن جد كيف بيقدر يحملها وشنطتك كمان؟ لا لا معقوله؟ كيف بتحمليها؟ تحمليها بايدك ولا تحطيها على ظهرك؟ وانتم مجبورين كل الكتب يكونوا موجودين بقلبها؟ طالبين منكم مفروض عليكم تحطوا كل الكتب هنا؟ لا مش كلها. ده مش كلها؟ ده انا حسيت بكتب المدرسه كلها. لا بس على كل موضوع الشنطه انحكى عنها مش بس عربيا، عالميا دكتور. ده حقيقه. يعني كان في تقارير عالميه فرضت انه الكتب تبقى موجوده داخل حرم المدرسه ويتم استخدامها اثناء الفصل مش كل أكثر. طفل بيكون ليه لوكر بيحط فيه الكتب بتاعته؟ طبعا. ده حضرتك دلوقتي في توجه ان هي اسمها مشروع مدرسه بلا حقيبه، وده بدا يطبق في بعض الدول ومنها الدول العربيه. نعم. وطبعا الايباد ده اللي نامل ان شاء الله يكون مع كل الطلبه في المدارس بمرحله اتاحه من الاول خالص، من اول المرحله الابتدائيه ممكن يطبق القصه دي، بيلغي موضوع الكتب تمام. شو مشاكلها على الظهر؟ مشكلها على الظهر ان هي حضرتك لو الطفل في طبعا انواع الشنط مختلفه، في اللي هو بشياله واحده او بحماله واحده، ودي أسوأ الانواع لانها بتعمل ميل في العمود الفقري للطفل. التوى بالظبط على المدى الطويل، اكيد تسمع عن واحد يقوله اما كبر بيقيسوا له رجل اطول من رجل. طبعا ده دي حقيقه وبتحصل نتيجه تقوسات دي من ورا الشنطه وضغطة الفقرات والفقرات الظهريه بيحصل فيها الموضوع. الشنط اللي لها دواليب مش مسموح فيها؟ اللي ليها عجل. ليه ليها عجل؟ دي كويسه مسموح فيها بالمدارس؟ دي كويسه وشفناها. دي موجوده. طبعا لو احنا اضطرينا للشنط زي دي لازم تكون بحملتين والحملات عريضه، يعني مثل الموجوده مع زي دي، ولكن مش الكونتينر مش الحشوه اللي فيها. مش الموجود بداخلها. حضرتك احنا بنحسب وزن الطفل ازاي؟ ببساطه كده، عمر الطفل في 2 زائد 8. يعني مثلا لو ولد عنده 6 سنين، 6 في 2 ب 12 زائد 8 يبقى وزنه 20 كيلو. نعم. يبقى الشنطه بتاعته لا تتجاوز من 2 ل 2.5 كيلو جرام. تمام؟ ده الوزن الايدل، ونقيس على كده كل المراحل العمريه. مراحل ده عمري. بالنسبه للشنطه. نعم. تنوصل شوي للمقعد الدراسي، معلين احنا عم نجرب نعمل هوت بوينتس، نضوي على الاشياء الابرزه، كيف بتقعدوا بالصف؟ انتم هلا قاعدين على الكرسي والطاوله، كيف بتذاكري؟ كيف بتقعدي؟ بتكتبي كده؟ وانت عمر؟
كده هدي القلم فرجيني كيف تكتب. يا وريني عمل نشوف هلا اذا كانت القعده هي صحيحه ولا ممكن. اوكي انت دلوقتي بقالك مثلا بتستمع للاستاذ حوالي نص ساعه تكون عامل ايه ازاي؟ انا لا مش نعسان هيدا غير موضوع. انت عم تكتب ازاي؟ كده اهو. اوكي الوضع الصح ليه اخته اعلى فيه أكتر من عمر إلاف يعني الوضع الصحيح أن يكون الفخذين موازين للأرض الركبة بتسعين درجة المفصلين بتاع الرسخ مع المرفق وبرضو واخدين تسعين درجة ده تسعين وده تسعين يعني زاوية قائمة تمام بلاش القعدة كده بلاش الرجلين عاملين كده لا دايما يكونوا مستقيمين واخدين وضع الثبات على الأرض يعني مثل ما قعدة إلاف الوضعية صحيحة المشكلة في الوضع الثابت فترة طويلة برضو بيعمل نفس الفكرة في ألام الفقرات العنقية للضغط ضغط الطفل نتيجة وزنه وزن الراس ديت في الأدلت 5 كيلو وزنها سموها دلوقتي في حاجة اسمها مرض اسمه تكست نيك يعني خدوها من الناس بتستخدم الموبايل فترة طويلة أو اللابتوب فترة طويلة فطول الوقت باصص كده أو كده فبتبدأ ألام الظهر وألام الرقبة تيجي نفس الفكرة في الأطفال طول ما هو موطي بالمنظر ده بيبدا يحصل المضاعفات اللي قلنا عليها. والولد اللي بيرتاح زي كده هو صح ده في اليابان في اليابان عملوا حاجه جميله قوي ان كل 20 دقيقه الطفل بيقوم يتحرك يعمل تمارين فرد لجسمه تمارين حركه بحيث ان ما يفضلش الجسم على بوزيشن واحد او على وضعيه واحده كذلك المفروض ده حصه الرياضه دي اساسيه في المدارس والمفروض تكون منظمه البريك اللي بيحصل للاسف في الاطفال ما فيش ليه تنظيم بريك كله بيجري ما يصدق خلص من الحبس الانفرادي اللي هو قاعد فيه فبيبدا الاطفال تطلع من غير تنظيم للالعاب بتاعتها هلا غير انه بتطلع من دون تنظيم بتطلع وبتاخد وبتاكل اي حاجه كمان موضوع الاكل هنيجي موضوع الاكل بدي اشوف بالمدارس هو الموضوع الغداء والوجبه المتكامله صارت موجوده متوفره بمعظم المدارس بمصر ولا لا ناخد معنا حاجات من المنزل او في كشك مش كل المدارس موضوع اللانش بوكس او التغذيه المدرسيه في بعض المدارس بتصرفها وللاسف في جزء البعض الثاني لا بالزبط. شو بياخدوا ساعتها يعني الاولاد بالمدرسه هنتكلم لازم طبعا يكون الاكل كله صحي معمول في البيت بلاش الدليفري بلاش الوجبات السريعه والجاهزه لانها بتحتوي على كميه دهون غريبه بتسيب اثار مش كويسه خليني اشوف مع إلاف شو بتاكلي بالمدرسه بتاخدي ايه مره همبرجر ومره ناجت وبرضه بناكل جبن همبرجر وناجتس ببيعوها بداخل المدرسة بتجيبوها معك من البيت بالمدرسة ببيعوا حاجة ما فيش حاجة ما فيش كشك ما فيش لا في شوكولاتة في لا في تاخدي تاكلي ايه شوكولات و شيبس لا مش بحب اكله مش ما بتحبي عمر شو بتاكل من الكشك شو بتشتري ساعة بشتري موز تشتري ايه شوكولات زيها لكن مش باكل الشيبسات اوكي ودرينكس وهيك تشربوا شيء شو بتشربوا جوسز ناتشرال انت كمان عمر جوس كمان جوس شو دكتور للخيارات الوجبه الغذائيه الصحيه لازم تكون متكامله لكل العناصر من اول الخضار البروتين الكربوهيدرات اللي هي النشويات والفاكهه يستحسن طبعا انها تكون محضره في المنزل الطفل قبل ما بينزل لازم يكون متناول وجبه الفطار معظم الاطفال اكيد حضرتك تعرفي معلومه زي دي بيرجعوا بالاكل تاني ما بياكلوش يعني فوجبه الافطار دي وجبه اساسيه لازم تكون تحتوي على اي حاجه من منتجات الالبان زائد طبعا النشويات في صوره عيش او خبز يعني تمام منتجات الالبان زي الجبن زي الزبادي طبعا ده لازم يتناولوه بنوازن الوجبة المدرسية لو موجودة طبعا هي بيبقى لها معايير وطبعا دي شيء مفروغ منه ولكن لو الطفل هياخد معاه أكل من البيت سندوتشات جبنة سندوتشات مربى الحاجات اللي هي ينفع تتاكل وما يرجعش بيها نأمل انهم ياكلوها وبتاخد وقت طويل يعني انه الداين كمان من الصبح لوقت ما يجي ياخدها ما يكون صار لفترة طويلة محطوطة باللانش بوكس ما تفسدش العصاير طبعا فكرة انه ناخد الشوكلت والشيبس اثناء الاستراحة واثناء البريك ما هن الولد بيصير يغار من ولد وبيصير يستحلي او يرغب مثل صديقه وزميله هي الفكرة بقى في التربية الفكرية ما احنا مش عايزين ما ده كله بيخلي الاطفال عندها اوبيستي
مشاكل السمنة عند الأطفال أخطر من الكبار على فكرة. لأنها بدأ بدري فالمضاعفات بتحصل في سن مبكر. مفيش مشكلة لو لما يكون في حاجات سناكس صغيرة ولكن ما يبقاش ده الطبيعي بتاعه. يبقى عادي لكل يوم. لو تفتكر دكتور مروان قال لنا أن الشوكولات بتدمن. صح صح مظبوط من أنواع الإدمان. تنوصل هلا خلص المدرسة، خلصت الحصص الدراسية وبدو يظهر الولد من مدرسة من الحرم إلى الباص. مين بيساعدكم تطلعوا بالباص إلاف؟ المس. في وبتقعدوا مرتاحين كل واحد بمقعده؟ في زحمة فيه؟ كله ممتاز. بتحط حزام الأمان عمر بالباص؟ ما في. هو موجود صح؟ هو موجود الحزام بس أنت ما بتحطوش. مش تعال. ولما بتنزل من الباص مين بياخدك؟ مين بيسناولك؟ مين بينزلك من الباص لما توصل على البيت؟ المس بتنزل قبليك؟ بتنزل قبليك المس؟ عشان تاخدك. ممتاز. يعني هنا من النماذج الجيدة. بس ما بعرف قصة الحزام إذا هو طبعا موضوع الباس سواء ذهابا وإيابا لازم يكون لي تنظيم من أول المتلقي للطفل من أول ما بيخرج من البيت، مين اللي بياخده، مين المفروض المس بتاخده وتقعده في مكان بتاعه المعين. بلاش الهرجلة لأن بيحصل برضو إصابات نتيجة تدافع الأطفال. مشكلة عن جد بصير. أيوه بيحصل يا فندم. موضوع حزام الأمان طبعا هو بيبقى تكتيفه شويه، الطفل مش حابب الموضوع ده، ولكن طبعا لو اتعود عليه من الاول ده رولز شارب ما فيش فيها هزار هيبدا الطفل يتعود. بدي اقول لك ان المشاكل كتير نسمعها ونحن صارت كتير عندنا مثلا بلبنان، يوصل الباص الولد هو نازل لو حدا استلمه الولد ما بيكون بعد خرج عن اطار الباص، ممكن يدهسه يرجع الى الخلف بدون ما ينتبه انه الولد بعده واقف بمكانه، ممكن يدهسه والعكس صحيح اذا قدم لقدام. فهيدي على من تقع الملامه، الاهل اللي ما كانوا دغري حاضرين ولا الباص مأمن انه على اذا بدك على السيفتي. الاطفال التربيه بتاعت الاطفال مش في البيت بس، المدرسه دي جزء تربوي والشارع جزء تربوي، والباص والمس اللي فيه لازم تعرفوا ايه الصح وايه الغلط، تعرفوا انه بعد ما بينزل الباص بياخد مسافه قد ايه، مسافه امان قد ايه، امه او والده او والدته او ايا كان اللي هيستقبل الطفل هي هتنزله. وبعدين طب ما مش هتسيبه في الشارع، هيجي عربيه لو الباص ده ما خبطوش لا قدر الله، لا سمح الله، لا قدر الله هيجي حاجه تانية لو مش معرفين وايه الصح وايه الغلط. نعم. في بعد نقطه معينه حابب تحكي فيها دكتور؟ بعرف انه موضوعنا كتير طويل ويمكن ما بتكفي هذه الحلقه. النظافه الشخصيه يعني هي دي احنا بنتكلم ليه بتكتر العدوى في اثناء الفتره الدراسيه او اثناء المدارس. طبعا نعرف الاولاد موضوع ان هم غسيل ايد قبل وبعد مثل ما شفناك بالتقرير بالظبط. الحاجه الثانيه لو عندنا برد بنستخدم الوايبس المناديل بتاعتنا، ولو حد عنده برد ما بقربش منه. طبعا التهويه الجيده للمدارس ده بيقلل فرص حدوث العدوى المنتشره وخصوصا نزلات البرد الانفلونزا لا قدر الله الغده النكفيه زي ما حصل ايبيديميك منها السنه اللي فاتت هنا في مصر. صحيح تمام. صحيح. لو ولد لا قدر الله تعبان او بيعاني من مشاكل صحيه لازم يبدا يتراجع صحيا عند الزائره الصحيه بتاعه المدرسه او دكتور المختص. نعم. وافضل يكون بهذا البيت بالوقت اللي طبعًا هو مريض طبعًا. يعني في فترة ما نستغل الظرف نقول لا وقت دراسي خلينا نبقى تبقى الام مشغوله والاب مشغول، الافضل انه يكون كل مره اللي فندم له فتره اسمها انفكتيفيتي بيريود اللي هي فتره العدوى سواء لي او لغيره يستحسن هو يكون في ايزوليشن في البيت. تشوف اذا في اسئله خاصه لك كمان دكتور بهذا الاطار. مروان خليني اقول لك بس انا نفسي ان احنا نعمل حاجه النهارده من خلال برنامج كلام في سرك، نفسي نوجه دعوه لكل المدارس ان هم يشوفوا حل لموضوع شنطه المدرسه. يا ريت انا معاك. الكتير اللي على الاطفال اللي مش قادرين الطفل بيشيل شنطه قد وزنه مرتين. ما مشان هيك عم نقول مروان انه هيدي صار في حمله عالميه للموضوع، مش بس نعملها كمان حمله العربيه. ما بقول يا ريت نحاول نعمل ده حمله في مصر ونوجه اهي يعني دعوه من خلال برنامج كلام في سرك ان احنا عشان موضوع شنطه المدرسه ده. احنا حطينا السؤال على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، يعني في رأيك ما هي الأشياء الغير متوفرة في المدارس لضمان صحة جيدة للأطفال؟ وجالنا ردود كتيرة قوي، يعني في مثلا سارة فوزي بتقول الكانتين الصحي اللي فيه أغذية مفيدة للطفل، طبعا يا سارة دي حاجة مهمة جدا. وفي هنادي بتقول بعد اللي بيحصل والأطفال اللي بتموت لازم يحصل تفتيش دوري من وزارة الصحة، يا ريت فعلا. وفي محمود بيقول ما فيش حاجة متوفرة أصلا، مش عايزين نبقى متشائمين قوي كده يا محمود. وفي سميرة بتقول لازم كل مدرس ياخد كورس إسعافات أولية، أنا موافق معاكي. وفي آية بتقول عايزة خبير تغذية، طبيب عام، معالج نفسي، عربية إسعاف في كل مدرسة، يا ريت جدا. وطارق غضبان جدا بيقول أصلا اللي عندنا دي مش مدارس، فمش عايزين نبقى نيجاتيف قوي كده، احنا عايزين فعلا ان احنا نشوف الحلول فعلا ونبقى بوزيتيف ان احنا نحاول ان احنا نصلح. صحيح.
لازم يعني ناخد خطوات. خلي يكون في قدر من التفاؤل اكثر من التشاؤم اذا بدنا نحكي عن مشاكلنا بالوطن العربي ما نقعد نخلص دكتور محمد. بس من خلال هالبرنامج نحن عم نجرب نعطي بعض الحلول. موضوع بنوعدكم مشاهدينا رح بيكون في له استكمال اذا الله راد، لانه سلامه الاطفال هي سلامتنا الخاصه كمان، لانه هن فلذات اكبادنا وهن المستقبل اللي بنعول عليه. بتشكر كثير حضورك معنا. شكرا دكتور. ميرسي لك عمر، وميرسي لك إلاف. جود لك بكل شيء. اوكي، لمين بتقولوا هاي من رفقاتكم؟ في حدا؟ نور تقولي لها هاي لنور. عمر لمين بتقول؟ محمد. اوكي، نور ومحمد بقول لكم هاي، وانا بقول لكم باي، راجعين بعد شوي.